الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل أيضا أن فيه دليل أن في هذا الحديث دليلا على إثبات معية الله عز وجل للعبد. وقد قسم أهل السنة معية الله عز وجل إلى قسمين، إلى معية عامة ومعية خاصة. والمعية العامة مقتضاها العلم والهيمنة والإحاطة، وهي للمؤمن والكافر وللبر والفاجر. وأما المعية الخاصة فمقتضاها النصر والحفظ والرعاية والتأييد والتثبيت، وهذه لخصوص عباد الله المؤمنين.